امرأة كبيرة عجوزة من عجائز ونساء حمراء الشدقين هلكت من في الدهر فأبدلك الله خيرا منها تعني نفسها خديجة امرأة كبيرة عجوزة. النبي تزوج خديجة ولها من العمر 50 عام وله صلى الله عليه وسلم من العمر 25 عام وقيل إن خديجة يوم أن تزوجها رسول الله لها من العمر 40 عام والذي يظهر والله أعلم أن عمرها كان 50 عام كان 50 عام فارق بينها وبين رسول الله 25 عام وبقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40 وبقي بمكة 13 عام ماتت بعد 10 أعوام من البعثة 40 50 Yeah.